تنفيذاً للتعليمات الصادرة على المديرية العامة للأمن الوطني، اعتمدت ولاية أمن الرباط خطة أمنية شاملة ومندمجة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية. مبدئياً بناء التعليمات ديال المدير العام للأمن الوطني، ولاية أمن الرباط وضعت واحد خطة أمنية عن طريق نصر أكبر عدد ممكن من عناصر الأمنية، رجال الأمن مختلف تلونات ديالها، عناصر ديال السلطة القضائية، عناصر الأمن العمومي يعني بالذكر الدوائر الأمنية وعناصرها الحضارية. تم وضع مجموعة الدوريات تأطير المدينة بشكل إيجابي، عن وضع مجموعة الدوريات الراجلة أو الراكبة، مع التركيز كل التركيز على الأماكن اللي كتعرف إقبال المواطنين، مطاعم الكبرى، الأسواق الكبرى، النوادي. الهدف من هذه الخطة الأمنية هو ضمان الحرية التامة لتحركات المواطنين سواء مغاربة أو أجانب. استمرت احتفالات رأس السنة الميلادية في ظروف جد عادية وسليمة وأمنية. تنفيذا للتعليمات الصادرة على المديرية العامة للأمن الوطني، اعتمدت ولاية أمن الرباط خطة أمنية شاملة ومندمجة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية. الأجواء الحمد لله الأمن والأمان والشرطة الحمد لله دايرة يعني واخدة جميع التدابير، والحمد لله مدينة الرباط ديما معروفة مدينة عاصمة الأنوار ومعروفة بالأمن والأمان، لأن كل واحد كيدير لي عليه، المواطن تيدير لي عليه ورجال الأمن هما كيديروا لي عليهم. الحمد لله بخير، ناشطين، كرسي بخير، كرسي ناشط، كرسي هو هذا، والله ملك الحمد، والله ينصر سيدنا، والله يخليها ديما هذه البلاد في الأمان، ويكون إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله يدخل على جميع المغاربة بالصحة وبالسلام والأمن، وبغينا نشوفوا بلادنا ديما تبقى زينة وديما تبقى في الأمان. وذلك لضمان تأطير محكم لكل المحاور الطرقية والنقط الحساسة والحيوية وجميع النقط اللي كتعرف توافد الجمهور من أسواق ومراكز تجارية كبرى وفنادق ومطاعم ونوادي ليلية. الخطة طبعا كتعتمد كذلك على بعد وقائي وزجري، وذلك عبر تكثيف التواجد الأمني بالشارع العام من خلال نشر دوريات أمنية واحتياطات ثابتة ومتحركة بجميع المراكز الحضرية التابعة لنفوذ هذه الولاية. ونتخوف زعما كاين لا سيكوريتي كتخرج هاني تو بون، كتلقى هاني الأمن كتخرج عادي دونك وي كنخرجوا على رجلينا. المهم فهمتي قضيه سيكوريزي كتمشي هاني. ما كترتكز هذه الخطه على تقويه التدابير الامنيه حول مقرات البعثات الدبلوماسيه والمصالح الاجنبيه وبمحيط الكنائس ودور العباده، كما كتبنا هذه الخطه بعدا تواصليا من خلال تعبئه المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والقطاعات الحكوميه والخاصه، إضافة لشركات الأمن الخاص لضمان اليقظة والحذر الدائمين لإجهاض كل اعتداءات لكي تستهدف أمن واستقرار هاد البلاد. مزيانة الأجواء ملائمة، الأجواء مزيانة الحمد لله، كاين الأمان، بنادم ناشط، مجرد هواية كنكسرو بها الروتين وصافي، لا ماشي يومي، غير مرة مع الأصدقاء هنايا وصافي. حنا أصلا جمعتنا الصداقة قبل الموسيقى، والهواية معلم، باش نستغلو الوقت تعلمنا هاد الهواية هادي، وعلاش لا ما نبارطاجيوهاش، ما عطيناش اسم، ما كاينش اسم، وكنتمناو العام المقبل يجي بحال أحسن من العام اللي فات، وإن شاء الله سنة سعيدة للأمة المغربية أمة المسلمين جميعا إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، كنا في ريبورتاج خاص حول التدابير الأمنية المتخذة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية. كان معكم سالم مراد وجواد قرواد لشوف تي في الرباط.